جايز زي ما قلت لكم ان اليوم المفروض احلل لكم تكنيكة حادة عملي. قبل ما اجي ليها بقول لكم عن تطوير مهارة الاقراء اللي قلت لكم هقول لكم عليها. اهم الاساسيات اللغة، لانه زي ما قلت لكم هي ثلاث اشياء، هي اللغة وتكنيكات وتدرب. التكنيكات تدرب قاعدين نتكلم عليهم، لكن اللغة هي من احد القواعد المستحيل. اذا انت ما تعرف تقرا او قراءتك ضعيفة تجيب درجة 7 و8، صح ولا لا؟ فكيف نطور مهارة الاقراء؟ ايش نسوي؟ ايش كيف اتحسن؟ كمان يغلط يقولوا لا عبد الرحمن اللغة هي كل حاجة، إذا أنت في القراءة كويس حتبدع في الاختبار بدون تكنيكات، ما التكنيكات ما لها علاقة. الإجابة صح، إذا أنت دخلت الاختبار بدون تكنيكات حتجيب درجة حسب مستواك، لكن التكنيكات راح تزيدك درجة ودرجتين على الأقل. يعني بدل ما أنت تروح إذا مستواك متوسط، بدل ما تجيب 6 مع تكنيكات يمديك تجيب 7 و7.5 إذا مستواك متوسط. فتلاحظوا التكنيكات مهمة والتدرب مهم عشان كذا. فالمهم نيجي الحين تطوير اللغة، كيف تطور مهارتك في القراءة. أنا بالنسبة لي حفظ الفوكابلري، إنك تحفظ أشياء وتقرأ أشياء معقدة وصعبة ما راح يساعدك. أكثر حاجة راح تساعدك قراءة القصص والروايات. القصص والروايات فكرتها لما أنت تقرأ قصة وتقرأ رواية مخك وخيالك يتسع ويندمج مع السيناريو، مع القصة، مع الرواية. يقول لك إنه هذا الشخص راح هنا وراح هنا وقتل الفلاني ومدري إيش وصارت القضية الفلانية. فأنت مخ قاعد يلعب السيناريو داخل، مو بس قاعد تقرأ وتفهم، لا، مخ قاعد ينمي الخيال هذا. والقصص صعب إنك تنساهم مقارنة بالحقائق. إذا قلت لك أمس صار مدري إيش ومقال طبيعي، إذا قلت لك مقال عن مثلاً عن الطبيعة، حتنسى كل الأرقام، حتنسى كل الكلمات، لكن القصة حتتذكر الأحداث اللي فيها، إيش اللي صار، وفيها يعني اللعب الأزمنة، الزمن الماضي، الزمن المضارع، الزمن المستمر، ففيها تنوع في الأزمنة. فمن ناحية الجرامر راح تتعلم إنك تفهم وتقرأ أشياء بأزمنة مختلفة، تتعلم كلمات جديدة، وحتثبت عندك في المخ لفترة أطول. من كده القصص والروايات أفضل بكثير إنك تستمر عليهم من أشياء مملة، صح ولا لا؟ طبيعي، يعني أنا وإنت ما إحنا دوافير نحب نقرأ كل يوم 10 ساعات، نكره نقرأ، صح ولا لا؟ طبيعي نحب نتفرج، نحب نشوف، لكن ما نحب انه نقرا بنفسنا. فالقصص والروايات حماسيه شويه، يعني تحس انه تبغى تقرا، تبغى تفهم ايش اللي صار في القصه، وفي نفس الوقت قاعد تتعلم بشكل رهيب ومستواك في القراءه بيتطور بشكل رهيب. فعشان كذا انصحكم بالقصص والروايات. الحين نيجي عبد الرحمن، هل اروح للقصه الكبيره، القصص الروايات العالميه؟ لا، اول حاجه ابدا حسب مستواك. في كتب رهيب انصحكم به، قصص اسمها Oxford Bookworms. Oxford Bookworms هي عبارة عن سلسلة اكثر من 100 كتاب، عبارة عن روايات عالمية لكن مصممة للغات لمستويات مختلفة. اذا مستواك مبتدئ، اذا مستواك اقل من المتوسط، يعني اقل من المبتدئ، يعني هذا المستوى يعتبر مستوى فوق المتوسط، تمام؟ هذا مستوى متوسط، هذا مستوى مبتدئ، وقول لهم ابغى هذه القصص، تمام؟ وبناء عليه شوف اختار لك قصه مناسبه لمستواك. طبعا هنا يجي السؤال، عبد الرحمن ايش دراني انه مستوى 3 هو مستواي انا، تمام؟ فالطريقه انك تروح لصفحه واحده، تقرا الصفحه بالكامل. اذا انت فهمت ايش هو الموضوع اللي قاعد يتكلم عنه، مو الكلمات الصعبه، لا، اذا انت فهمت ايش قاعد يصير، مو لازم تفهم كل حاجه، لا، بس انك تفهم ايش اللي قاعد يصير، فهمت الفكره؟ اذا فهمت هذه القصه مناسبه لك. إذا كل حاجة واضحة، أنت عارف كل كلمة وكل حاجة مرة بسيطة، هذا معناه إنه المستوى هذا يعني جدا بسيط أو جدا مبتدئ بالنسبة لك، عليك تروح لمستوى أعلى. وإذا ما قدرت تفهم، ما أنت عارف إيش قاعد يصير، يا دوبك فهمت كم كلمة كلمتين بعض الجمل، فهذا معناه المستوى هذا عالي بالنسبة لك، روح لمستوى أبسط. وإذا لاحظت إنه أنت مستويات 4 و5 و6 خلاص متقن فيهم والأمور واضحة، روح للروايات الكبيرة. زي أغاثا كريستي من أحد الكتاب اللي مرة يعني أدمن فيهم، جون غريشم من أحد الكتب المرة بديت بقصص 10-20 صفحة، قصص بسيطة. وبعدين طبعا هذه أكسفورد بوكورمز ليش أنصحكم بيها؟ لأنه ما هي حقت أطفال، ما هي أنه جون يحب التفاحة ويحب أمه كثيرا، لأنه ما هي قصص أطفال، لكن مستواها حسب مستوانا إحنا. فهذه من احد الاشياء المميزه في هذه الكتب، ومع يعني خصوصا مستواك يزيد فوق الليفل 3-4، هذا معناه خلاص يمديك الحين تنتقل للروايات الكبيره اللي راح تسرع وتطور لغتك بشكل مره كبير. اذا انت صرت تقرا الروايات الكبيره بسرعه متوسطه، يعني بتحس نفسك انك خلاص مرتاح مع الروايات الكبيره، هذا معناه خلاص انت مستواك الحمد لله فوق المتوسط، وفي الايلتس ان شاء الله راح اجيب فوق 7. ابدأ، يعني هذا نسميه مسار تطوير لغة، مسار للقراءة. فابدأ بوحدة بوحدة،
واستمر عليهم وحتصدقني حتلاقي نتائج من أول يوم.